اول حاجه هنعملها هتكون فراخ باليوسفي، عندنا توم شرايح، جنزبيل فريش شرايح، عندنا كوبايه من عصير اليوسفي متصفيه بدون طبعا سكر، صويا صوص، خل ابيض، كوبايه نشا، مش لازم نستخدمها كلها لكن احنا عندنا نشا، زيت سمسم او زيت ذره، فرختين مفتوحين فراشة، ودول فرختين يا جماعة كيلو علشان بس لما يلحقوا يستوي الناس ما تستغربش وتقول الفراخ ما لحقتش تستوي، وده تعليق يومي على كل الوصفات، يعني برجر البرجر ما لحقتش يستوي، فراخ الفراخ ما لحقتش تستوي، اي حاجة ما لحقتش تستوي. نعمل نسخ، انتوا بتعملوا نسخ واحنا ما بنشوفش حاجة وده اللي انتوا مجهزينه من قبل، فمعلش استحملونا شوية عشان الوقت بيبقى محدود جدا. فصوص من اليوسفي ورز بسمتي ابيض مسلوق للتقديم. نقول اول حاجه بسم الله. عايزه تونج يا حبايبي بعد اذنكم، شكرا. هاخد ملح وفلفل. نعم نعم ملك. الصبر طيب. معلقه زيت في الووك عشان تسخن، وانا مسخنه الووك كويس جدا. هحط في معلقه الزيت دي الثوم، بسم الله الرحمن الرحيم، والجنزبيل عشان ينكه الموضوع ده، وهحط مع زيت الذره شويه زيت سمسم او نوع واحد بس فيهم، وبعد كده هحط على الفراخ الصويا صوص والفلفل الاسود، مش هحط ملح عشان حاطه صويا. وبعتذر عن صوتي، كل يوم هطلع اعتذر عن صوتي لحد ما اخف. هخف امتى مش عارف، مش راضي يروح. اشربها الصويا صوص والفلفل الاسود كويس، فممكن هعمل كده الصراحه عشان بس ايه تاخد حقها. يعني دول فرختين، الواحده 800 جرام كيلو بالكتير. طيب عملنا ايه بقى باختصار؟ حطينا الاول الزيت، نزلنا فيه الثوم والجنزبيل ادى لون وطعم للزيت، رحنا منزلين الفراخ بعد ما كنا تبلناها بالفلفل الاسود والصويا صوص، اديناها تشويحة على الجنبين، وخدنا عصير اليوسفي حطينا فيه النشا، دوبناهم على البارد برا النار. هنعمل ايه دلوقتي؟ هننزل عصير اليوسفي اللي عليه النشا، وهننزل فصوص اليوسفي. يا ندى، صح ندى ولا مين؟ يا امل، ندي بقى كوبايه ميه سخنه، بسم الله الرحمن الرحيم، ونسيبهم بقى يشكشكوا زي ما بنقولوا كده، على بيقولوا كده على النار مع نفسها خالص على نار هاديه. يعني هنقل دلوقتي او هوطي النار، عايزه نار هاديه خالص عشان كل ده ياخد ويدي مع بعضه. ساعه التقديم بقى شويه بقدونس او شويه كزبره للتقديم يا هدير. بصوا استوت ازاي عشان بس ايه، اهو بصوا اتهرت كمان مش استوت، فما تقلقوش يا جماعة. ولو أنا بضطر إن أنا أحط الحاجة تكون ناقصة سوى 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، أنتوا عندكم وقتكم أطول مني، أنا مضطرة إني أعمل كده، لكن أنتوا مش مضطرين، معاكوا الطريقة ومعاكوا المقادير ومعاكوا كل التفاصيل، فتقدروا أنتوا معلش يعني تطولوا السوى أكتر مننا شوية.